السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. هذا الفيديو اللي غادي نحضروا فيه السفره المغربيه بطريقه سريعه ومبسطه وتجي لذيذه وزوينه بهذه الطريقه اللي غادي نشوفوا معايا اليوم في الفيديو. هذه الطريقه اللي غتولي هي الطريقه المعتمده عندك لانها كتحضر في اسرع وقت وتجي لذيذه. وغندوزو مباشره باش نوريكم طريقه التحضير ديال السفره سهله وكتجي زوينه ولذيذه. اللي غادي نحتاجو انا هنا غندير كميه ديال نص كيلو ديال الشعريه، ومن الاحسن تكون من نوع الكرم حيت كاينين بزاف ديال الماركات. هاد الكرم هي ماركه مزيانه وكتصدق فيها هاد الشعريه ديال السفره وكتجي فيها زوينه ولذيذه وما كتعجنش. وغنحتاج الزبيب اللي غادي نغسلو ونرطبو في الماء، وغنحتاج الكاوكاو كونكاسي، كاوكاو مهرمش، غنوريكم كيفاش غنديرو ليه. صافي وسكر كلاسي. اول حاجه هاد الشعريه غادي نخويها في القصريه، وغادي غندير ليها شويه ديال الزيت، ماشي نرطبها بالزيت، شويه ديال الزيت غادي نبسبسها بحال هكايا، نحاول ندخلو فيها بهذه الطريقه تتبسبس كلها بهاد شويه ديال الزيت اللي درنا فيها، راه كلها غادي يدخل بلا ما نكثر الزيت بزاف. وعاود غندير فيها في الاخر الزبده، ما كاينلاش غير شويه ديال الزيت، راه غادي كلها غادي تدهن باش مزيان انه نديروه باش من بعد ملي نديرو الماء ما كتعجنش. ها هو تندخلو غير بحال هكا، ما نوركوش باش ما نهرسوش الشعريه، غير بحال هكا تنديرو. صافي داك الزيت كله اللي درنا راه تلبسات بيه، دوك الشعريه كلها تلبسات بداك الزيت. صافي وغنجيب الكسكاس. انا درت واحد البرمه، راني حطيتها فوق البوطه، شعلت عليها النص ديالها الماء، والكسكاس هو اللي غادي نديرو فيه هاد الشعريه. ها هو الكسكاس، غنديرو فيه هاد الشعريه باش يطلع فيها الصفار. وراني خديت واحد البقراج ودرت فيه الماء باش ملي غادي يطلع فيها الصفار، ملي غادي طيب مزيان التفويره الاولى ديالها يطلع فيها الفار مزيان، غنخليوها اكبر مده باش يطلع فيها الفار مزيان. هيا كلها غادي نديرها في الكسكاس. صافي وغادي نحطها فوق البرمه اللي دايره فيها الماء. داك الكسكاس انا غادي تحطوا عليه شي حاجه او تغلفوه بهاد البابي اليمونتير اذا كان، ما كانش نديرو غير فوق واحد التبصير ونخليه باش يطلع الفار مزيان فيه. وغادي الماء راني حطيته باش يطيب باش غنسقيها. هاد الزبيب انا غادي نغسلو وغادي نخوي عليه الماء ونخليه يترطب. ودابا انا كبيته في القصريه وغادي نخوي عليه الماء طايب غير شويه، ما غاديش نقوي الماء حيت ما غاديش نصفيه من هاد الماء ديالو. هاد الماء اللي غندير هو اللي غادي يبقى وغتشربو هاد الشعريه ديالنا، حيت الا صفيناها هذيك الطريقه جربتها وما صدقاش ما عجبتنيش، كتجي فيها السفه باسله. هاد الطريقه مزيانه، داك الماء كندير طيب وكندور فيه هاد الشعريه وكنخليها فيه حتى كتشربو، ما كيبقاش الماء ما كنحتاجش نصفيها. صافي كنرجع يطلع فيها الفار. صافي دابا غنخلي هاد الماء تتشربو الشعريه كلها وما يبقاش تنشف، عاد غادي نطلع فيها الفار مره ثانيه. هانتوما دابا بعد ما درت فيها داك الماء هاو شربته كله، تتشوفوا ان ما بقى فيها لا ما لا والو ونشفات بلا ما نحتاجو نصفيوها من الماء، حيت لا صفيناها راه كتبسال ما كتبقاش زوينه. صافي
هانتوما تتشوفوا داك الماء الطايب اللي درناه فيها وخليناها شويه شرباتو كله، خليناها حتى شرباتو ما بقاش فيها الماء. صافي نفكوها بحال هكا صافي. هي اصلا تتبان لكم دخل فيها الطياب بزاف بهاد الماء الطايب اللي خليناه فيها. دابا غادي نحتاجو غير صفويره ثانيه صافي طلع فيها الفرن مزيان وتكون واجده. ولكن من قبل غنديرو فيها داك الزبيب اللي غسلناه ورطبناه، كنديرو فيها شويه ديال الملح غير شويه باش تجي بنينه صافي. وكنعاودوها بحال هكا باش ندخلو فيها داك الزبيبي. هانتوما تشوفوا كيفاش تتكون، ما نحتاجوش لها تفوار بزاف غير هاد الثانيه صافي. دابا غادي نجيب الكسكاس باش نديرو فيها ونخليها يطلع فيها الفار مزيان طيب، وما نخليوهاش عاوتاني يطيب بزاف وتعجن، نخليوها غير يطلع فيها الفار مزيان صافي. ونحيدوها باش نديرو فيها باقي المكونات ونوجدوها ونقدموها. انا درت دابا في الكسكاس، وشوفوا انا في هاد المقله راني درت شويه ديال الزبده، حطيت فوق منها داك الكاوكاو كونفاسي وشي شويه ديال القرفه وشويه ديال السكر كلاصي، وغادي نبقى نديه ونجيبو بحال هكا حتى يتحمر داك الكاوكاو مزيان ويقطع شويه باش يجي مكرمل ويجي بنين صافي. وغادي نقطع عليه البوط. كاينه طريقه اخرى اللي بغات مثلا كان كاوكاو كثير وبغات تدخليه الفران يتحمر غير في الفران بلا زبده بلا زيت، وديري معاه شويه ديال السكر كلاصي والقرفه صافي. وهذه طريقه ثانيه الا كان قليل ما بغيتش ندخلو الفران، انا درتو غير مع شويه ديال الزبده في المقله وشويه ديال القرفه والسكر كلاصي على حسب الطريقه اللي تعجبك صافي. غنستمر بحال هكا ونخليه اللي يتحرك، نبقى نحركو بحال هكا مزيان غير يتحمر وغادي نصفي عليه. هانتوما تتشوفو بعد ما حمرت الكاوكاو غندير فيه القرفة والسكر كلاصي وحمرتو بشوية ديال الزبدة. هانتوما تتشوفو كيفاش تيجي مقرمش مهرمش زوين. هذا اختياري كاوكاو اللي بغى يزين بيه الصفة ديالو كيديرو، اللي مبغاش راه كيدير غير السكر والقرفة. انا عندي انا غادي نزين بيه. هاي هي التفويره الاخر، دابا راني درت غير جوج تفويرات صافي، وهاي دابا طابت غادي نبقى نحلها بالفرشيطات بحال هكا بحال هكا باش تفك بلا ما باش ما تعجنش ليا وما تحلش، فكها غير بحال هكا تتحل كلها. وغادي ندير فيها الزبده، انا غادي ندير الزبده دابا باش انا كنفك وديك الزبده هي تدخل مع الشعريه. غندير شويه ديال السكر كلاصي وغنخلي القياس اللي بغى يزيد راه غير يزيد في الاخر صافي. وغنستمر انا كنحل فيها وكندخل فيها في نفس الوقت ديك الزبده والسكر. ملي نكمل انا غادي نستمر نحلها كامله. ونزرب باش ما تبردش ليا، نحلها دغيا دغيا. انا دخلت فيها داك الزبده والسكر وفي نفس الوقت كنزرب باش نحلها صافي. وغادي نحطها في الطبسيل دابا. هانتوما تشوفوا راه تحلات. هانتوما ودابا انا خديت واحد الطبسيل وحطيتها فيه وزينتها بهذه الطريقه. وطريقه التزيين دائما كتبقى حسب الاختيار، كل واحد تزيين بالطريقه اللي تتعجبو وبالمكونات اللي عنده. هذه بعض طرق التزيين السفره المغربيه، نتمنى تعجبكم وتجربوا هالطريقه لانها طريقه زوينه وغتعجبكم وغتولي هي الطريقه اللي تديروا ديما، لانها تجي لذيذه وحسن من ديك اللي كتكون مسلوقه لانها ما تجيش زوينه. بهذه الطريقه راه السفره تجي زوينه وتتوجد في اسرع وقت. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم تبارطاجيوه، وشكرا لكم على زياره القناه، وما تنساوش ضغطوا على الزر الاحمر اشتراك.